السلام عليكم، معك يونس أغربين من إدارة مهرجان تويزا. كما كتعرفوا احنا اليوم احنا في دورة 18 ديال مهرجان تويزا، يعني في الذي تنظم مؤسسة المهرجان المتوسط للثقافة الأمازيغية بطنجة. يعني دورة 18 هي سيرورة وهي المحطة رقم 18 لقطار الثقافة والفن اللي تقود دائما المؤسسة. وطبعا الحال هذه الدورة تحت شعار إنما الأمم الأخلاق، وهي مقولة مشهورة بطبيعة الحال. وهذه الدورة يعني كتأسس على أنها تفتح النقاش في ما يعرف بالأخلاق بصفة عامة، وهذا الشيء هو اللي تأتنا في الندوة اليوم يعني للأستاذ الكبير محمد زيدان، وبطبيعة الحال تحت عنوان يعني كوامن الكراهية إلى أين. وبطبيعة الحال فالمهرجان دائما منفتح على بزاف الحاجات، يعني منفتح على ما هو فني وعلى ما هو ثقافي. فيما يخص الثقافي يعني البرنامج غني عن الندوات بداية من يوم الخميس وصولا إلى يوم الغد. وعندنا أيضا عندنا واحد برنامج اللي هو برنامج فني السهرة الأولى لتيفيور ويونس فخار يعني بقصر السلطان، وأيضا الندوة أو السهرة الأخيرة اللي ستكون مساء الغد يعني بحضور كبار الفنانين يعني الأمازيغ، يعني هي سهرة أمازيغية 100% يعني ميمون رفروح إتران وأيضا ميلودا. وبرنامج هذه الدورة فهو غني يعني بحضور يعني معرض الكتاب رواق الكتاب ل 16 رواق، وأيضا معرض للمنتوجات التقليدية يعني تغطي ربوع المملكة بداية من الريف وصولا إلى الصحراء المغربية. وبطبيعة الحال هذا البرنامج غني وهو دائما يعني يدخل في يعني في الرؤية والاستراتيجية ديال المؤسسة اللي كتبقى دائما منفتحة على الثقافات يعني الأخرى وأيضا على المشرق والمغرب بصفة عامة. وربما راه الضيوف اللي مشاركين معنا هنا راه كيأكدوا هذا الشيء بالحضور القوي يعني لجميع الجنسيات سواء العربية والأمازيغية وشمال إفريقيا بصفة عامة، وأيضا الضيوف ديالنا من دول جنوب الصحراء من السنغال، كاميرون، رواندا، إفريقيا الوسطى إلى آخره. هاد السنة كنظن بأن المسألة ديال المعرض عرفت واحد التوسع أكبر من السنوات الفارطة، لأن هاد العام كان بواحد التنسيق مع اتحاد الناشرين المغاربة، ومادام أن مهرجان تويزا خدا واحد الصبغة اللي هي ثقافية أكثر مما كانت عليه في الدورات السابقة، وكنظن أن هذا هو التوجه اللي مشى فيه في القادم من الأيام، هو أنه بدا كيغلب عليها الثقافة الصلبة، يعني أن تغلب عليها الطابع الثقافي مع الابتعاد شيئا ما من ما هو موسيقي، لان كنظن بان هذه الفتره هذه كتعرف واحد المجموعه ديال المهرجانات اللي من هذا النوع هذا، وبالتالي كان من المفروض انها تصنع الحدث وتصنع واحد مستقبل اخر اللي هو منفتح على ثقافه اخرى وتفقد ثقافه الكتاب. وكنظن بان هذا العام هذا غادي تكون هي انطلاقه جديده لانفتاح اكبر على مجموعة ديال دور النشر على مستوى وطني هذا العام، لان الحجم ديال المساحه لا يسع لاكثر من 15 عارض، وبالتالي اكتفينا بما هو محلي مع الانفتاح على مجموعه ديال الدور منا في المحمديه، في الدار البيضاء، في القنيطره، في المضياق الى اخره. وكنظن بان نحن في حاجه ماسه الى هذا النوع من اللقاءات على الاقل لتكريس واحد النوع ديال التطبيع مع الكتاب، وان القارئ المغربي او المهتم المغربي يضل يشوف هذا النوع ديال الانشطه وهذا النوع ديال اللقاءات على طول السنه، وحبذا لو انه يكون حتى في الصيف، لانه يتزامن مع وجود واحد الجاليه مغربيه اللي هي ربما انها متعطشه لهذا النوع ديال الكتب. ونتمنى خيرا، نتمنى اننا نكون توفقنا فيما نطمح اليه على الاقل في هذه اللحظه هذه. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب باش توصلوا بكل جديد ميد نيوز.